كسرت الحاجز اللي هو حاجز انه المرأة مقيدة ما بتقدرش تشتغل اي شغل. انا اول فتاة تقريبا في قطاع غزة اشتغلت في محطة بنزين مزود البنزين. سيسر منجار عمري 15 سنة من سكان خان يونس. طبعا بدأ بالشيء انه انا عندي شغف من صغري اني بحب اتعلم كل شيء، بحب اشتغل في كل شيء. بداية كنت بشتغل في مكتب زوم ميديا الاعلامي، وانا بشتغل في المكتب كنت اراقب الشغل هنا، كنت اراقب العمال هم بيشتغلوا. حبيت الشغل، حبيت المعاملة اللي بينهم. حكيت عرضت الفكرة على القبطان محمد الاغا ابو عيسى، عرضت عليه الفكرة اني اشتغل مزود التنزيل في محطة الاغا للبترول. طبعا حب الفكرة جدا وحفزني وشجعني، وشكرا جزيلا له انه هو شجعني على الشغل. وطبعا ما بنساش استاذ ياسر الاغا اللي شجعني كل تشجيع لاني اشتغل في محطة الاغا. طبعا اهلي دعموني جدا، حبوا الموضوع، حكوا لي المرأة، يعني دعموني في موضوع انه المرأة بتقدر تعمل كل شيء. طبعا من الاهداف الاساسية اني انا بشتغل في المحطة هذه بداية انه المرأة بتقدر تعمل كل شيء، وخصوصا المرأة الفلسطينية لان اكثر مرأة مهمشة بعيدا عن الدول الخارجية. ثاني شيء انه العمر مش مقياس، القدرات هي المقياس. طبعا كثير سألوني انه انا بعمر صغير بشتغل في محطة، ابدا، انا بدرس وبنفس الوقت بشتغل بالنظمة بين الاثنين. طبعا انا بدي اثبت انه القدرات هي المقياس بكل شيء، مش العمر ابدا. انا مش زي اي طفلة، قدراتي غير اي حدا بعمري.